اهلا بكم من جديد. هذا الحوار في الحقيقه له اكثر من سبب واكثر من دافع واكثر من منطلق. وطبيعي طالما يعني بستضيف الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه المرموق فلازم اقول اكثر من سبب واكثر من مبرر واكثر من دافع واكثر من منطلق. اهلا بيك على طول، وبعدين اقول للناس احنا ليه بنتكلم. وخليني ابدا من نقطه واضحه ومحدده جدا، وهي الفيديو الاخير اللي يعني قنوات الاخوان وصفحاتهم وفي هنا صفحات كتير بيتداولوه، وانت بتتكلم عن يعني او بتوصف انه والله امريكا موقفها مننا ايه وهيشتغلوا معانا ازاي والى اخره. بس خليني قبل ما اقول لك للمضمون ده، لانه هل احنا تاثرنا بالموجه اللي هي بتسود العالم الان اللي هي موجه الشعبويه؟ يعني انت مثلا كاستاذ علوم سياسيه او اعلامي مثلا معين فبيبقى حريص انه يتناول اعقد الامور او اعقد الافكار بطريقه شعبويه بيتكلم بيها للناس عشان يوصل. هل احنا تاثرنا بدرجه كبيره بهذا الاتجاه؟ اولا بشكرك على الاستضافه، وثانيا يعني لو احنا صدقنا كتابات اكاديميه كتيره بتدرس الثقافه السياسيه للشعوب، احنا في دوره بيسميها واحد اسمه انجلهارت رونالد انجلهارت في جامعه ميشيغان بيسميها السايكل اوف كالتشرال ريتيرنز. يعني احنا يعني بالظبط كده من 100 سنه احنا كنا عايشين فتره مشابهه وكان فيها شعبويه عاليه قوي، ودي اللي انتجت لنا الفاشيه وانتجت لنا النازيه وانتجت لنا اللي هي فكره ان اخاطب الجماهير باللغه اللي توصلهم لدرجه الا يفكر بعقله النقدي وانما يفكر بشهوته بغرائزه بغرائزه بالظبط باحساسه بانه احنا اعظم شعب في العالم، احنا ازاي كذا وكذا. فاحداث الحربين الاولى والثانيه العالميه الاولى والثانيه خلت الناس تتراجع شويه، يعني قدر الامكان ابتدوا يقول لك احنا زي ما احنا كده حصلنا بعد 25 يناير والدنيا باظت واحنا عملنا حاجات كتير قوي كنا هنضيع بلدنا، وبصينا حوالينا قلنا ده في دول وقعت في الرمال المتحركه فابتدينا نهدى شويه. يقول لك لا يعني خوفا، يعني بعض الناس تقول لك ايه ده الدوله اللي عملت او الحكومه، لا هو الناس خافت قالت لا واضح ان احنا كنا بنفكر غلط لان احنا كنا هنودي ببلدنا الى كارثه. العالم بقى لما شاف ان في 60 70 مليون واحد ماتوا في الحرب العالميه الثانيه، وفعلا هو الرقم بين 60 و 70، ابتدت النزعه دي تتراجع وابتدوا يقبلوا حاجات عمر ما كانت الشعوب دي بتقبلها قبل من كده. يعني ان اليابانيين يقبلوا ان الدستور بتاعهم يكتبوا الامريكان وبعدين يدوروا على حد يترجمه، انا بقول يعني بتكلم على يعني الدستور الياباني الحالي ده بتاع في تعديلات، بس قصدي لما اتكتب بالانجليزي وجابوا واحده ست دي كانت على فكره كانت ميته مثلا من 7-8 سنين كده اللي قعدت تترجم فيه من الانجليزي للياباني عشان الناس تفهمه. انه الشعب الالماني اللي كان في فتره الثلاثينات بيقول احنا اسياد العالم واحنا اصلا في نوع من نقاء العرق الاري اللي هو الجرماني يعني، وبعدين يقبل بعد كده انه لا الامريكان يقولوا اعمل وما تعملش فعايز اقول احنا مع الاسف الشديد اصبنا في العالم واحنا جزء منه بهذه النزعه للشعبويه اللي هي الرغبه الشديده في البحث عن القائد القوي الذي نطلق صلاحياته بدون قيود عليه. يعني انت لو حضرتك شفت الناس اللي بتتكلم على ترامب في امريكا، لا هو بيتعاملوا معاه باعتباره مسيح او شبه مسيح، ده جاي ينفذ. انت بتتكلم عندك دلوقتي يعني ال 70 مليون او اكتر المنتخبين، انت بتتكلم عن اتجاه ترامبيست قوي جدا يعني. صح صحيح، انت بتتكلم هنا زي ما احنا بيقول لك الناصريين مثلا. أيوة ترامبيست يعني انا طبعا معلش انا مش ناصري، بس لازم اقول حاجه، يعني مفيش حد في الدنيا ممكن يهزم هزيمه زي اللي احنا هزمناها في 67 والناس تطلع تطالب ببقاء. يعني دي حاجه، يعني انا فاكر مجله شفناها وكنا بندرس كلاس من الميديا، فكان مجلة التايم لما راح هو قمة الخرطوم بعدها قال عبد الناصر فقال لك هيل ذا ديفيتد، يعني هو عاده ايه كان ايام الامبراطوريه الرومانيه يقول لك ايه عظم المنتصر، فاحنا بنقول لك عظم المهزوم، يعني عرف ان هو يعني انت المفروض تقول لا ده يحاكم يعني اللي مسؤول عن ده. فاحنا عايز اقول احنا بقت عندنا هذه النزعه ومش مصر يعني العالم، واحنا اصبنا منها ما اصبنا. فبقى انا بقى عندي خوف انه الناس العاديه اللي بتصدق
الخطر اللي محيط بينا. فبص تلاقيني في بعض الاحيان اعمل حاجات انا في العادي ما اعملهاش يعني. انا راجل اكاديمي اقول كلمتين في محاضره ولا كلام زي كده, وانا احاول اخاطب, عارف كده لما, انا اسف في التشبيه والله مش قصدي, بس يعني فاكر لما الراجل كان اسمه الله يرحمه احمد زكي في مسرحيه العيال كبرت, فبيقول له سلطان, بقول له احنا هتخرب بيتنا سلطان. يعني هو كان الاول بيتكلمه بلغه, اكلمك بلغه المعلم. يعني هنا انا عاوز اقول لك حاجه يا دكتور, انا يعني لا ابرر ما قمت به للناس, احنا بنشرح ايه اللي بيحصل لانه تم استغلال ده. وبعدين هقول لك على حاجه يعني الحقيقه, يعني انت واحد من الناس اللي يعني انا بثق في تحليلاته السياسيه وبثق فيما يقوله طول الوقت, ولما شفت اللي انت قلته هم خدوا زي ما بيقولوا القالب, يعني خدوا الشكل وبداوا يقولوا ازاي استاذ علوم سياسيه يتكلم بهذا الشكل, ازاي مش عارف ايه وبتاع. لكن خليني اقول لحضرتك اكتر شويه كمان, يعني لان حضرتك جرتني ليه مساله الشعبويه في انه القائد اللي الناس بتبقى ماشيه وراه. وعايز اقول لك انه الشعبويه دلوقتي, ما هو انت لما الرئيس سيسي لما بيقعد يتكلم مع الشعب مباشره وتيجي تقول له لازم يبقى في حزب, لازم يبقى في مش عارف كذا, ولازم يبقى في ايه, فلا يا جماعه, ما هو الرئيس سيسي ترجمه لهذا الاتجاه في العالم, زي ترامب في امريكا, زي بوتين في روسيا وغيره. وعايز اقول لك على حاجه, يعني مره بقول انتوا الاعلام ليه ما بتشرحوش المشروعات اللي الرئيس بيفتتحها. قلت له أن الرئيس بيقعد 3-4 ساعات يشرح بنفسه كل التفاصيل. المشكلة مش في أن الناس مش فاهمة, لا, في ناس مش عايزة تصدق لأنه هي خصم للرئيس وخصم للبلد. فدي المشكلة الأساسية. صحيح. لكن أنا بتكلم على الشعبوية اللي هي الجزء بتاع الثقافة اللي حصل في التفكيك من سنين طويلة. أنت عارف الليمبي لما كان الضابط في الفيلم بيقول له ما تمشيش من الشارع ده, فقال له ليه, هيلغوه, لانه هو بالمنطق هيلغوه بالمنطق انه ما فيش اي مبرر يخليني ما امشيش في الشارع الا اذا كان هيتلغي. فهل احنا, اقصد النخبه بتحاول ان هي تقرب ل يعني مستويات شعبيه, لانه احنا حصل كارثه في التعليم وحصل كارثه في الثقافه, فده الدافع احيانا وانت بتتكلم وبتشرح, لانه انت ليك طريقه مميزه في الشرح. احيانا يقول لك لا, هو معقول الراجل ده استاذ اكاديمي وبيقف في المدرجات. الجزء ده انت مقتنع بيه لحد فين؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه, هي يعني انا اول ما جيت من امريكا, انا جيت طبعا بعد 2011, كنت بطلع في الاعلام بتكلم يعني بلغتي اللي انا متعود عليه, اللغه الاكاديميه. فكذا حد لفت نظري, ومنهم ناس يعني لهم ثقل يعني في, سواء في الثقافه او في, يعني بالمصادفه يعني مش اصدقاء قريبين بالضروره, يقولوا لي انت ما انتش بتتكلم مصري. يعني انت بتتكلم عربي بس مش مصري, مش يعني مصري. احنا مش طريقتنا في الكلام والتعبير, فهتفضل بعيد عن الناس وكذا وكذا. فانا كان السؤال عندي, افضل يعني طبعا مع التشبيه اللي انا مش زيه خالص, افضل توفيق الحكيم, يعني انا احب توفيق الحكيم, افضل مثلا زكي نجيب محمود, انا بس اللي هو المفكر في عزلته, بالظبط, اللي هو انا قاعد فوق كده, ايه بقى في برج عاجي ماليش دعوه بالناس اللي تحت, يفهم ما يفهمش, ولا اقرب. فبقت عندي هذه المشكله لغايه ما بمرور الوقت قلت لا, انا وظيفتي اكتر اللي عندنا كده, في راجل اسمه جرامشي فيلسوف ماركسي يعني لطيف, يقول لك المثقف المثقف. يعني مش كفايه انك تبقى مثقف, يعني مش كفايه انك تبقى عارف الكون وقاعد ماسك شيشه كده وعمال ببص عليه, انت لازم تنزل تحكي للناس ايه الحكايه, يعني الحكاية. الموضوع المثقف 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 يعني من اسم مفعول لاسم فعل, لك تقوم بدور في نشر هذه الثقافه. فطبعا يعني احيانا بوفق واحيانا ما بوفقش, بس انا في طول الوقت عندي مشغول بفكره انه انا نمت يوم الانتخابات بتاع ترامب. انا نمت لان انا عارف انه الانتخابات ديت لن تحسم في يومها, عاده الانتخابات لانه في معلن من فتره انه في حوالي 64 الف جواب جواب ده ليه صيغه, يعني جواب جوه جواب, يعني قصه كده. فدي عقبال ما تتعدد, ده فيها مش اقل من 3-4 مش هتحسم في ليلتها, مش هتحسم. فانا نمت سعيد الصبح, دي مصر كلها فرحانه ان ترامب فاز. فانا مش فاهم يا اخوانا, ترامب ده مش حاجه كويسه يعني انه يفوز او يعجب. كان لسه في الاول, ما بيني وبينك ايه, مرجحونا يعني. ايوه بالظبط كده, ولا زال طبعا, بس لا يعني خلاص بايدن هو الاقرب 99%. فالمهم, فانا بس حبيت الفت النظر لكذا وكذا وكذا. ف
دخلنا في سكه انه الاسره ما بتفرقش. يعني في مقوله كده انتشرت لفيديل كاسترو بيقول لك ايه الفرق بين الرئيس ده والرئيس ده، فردتين حذاء، فردتين حذاء ده وكذا. لا انا مختلف يعني، انا طبعا مش قصدي اعدل على حد، كل واحد له قناعاته. بس لا ما هو ترامب، لا هو كاسترو طبيعي يقول ده، بالظبط، ده عدو للنظام الامريكي يعني. بكل بس احنا في مصر لا، احنا شفنا كارتر وشفنا ريجن وشفنا بوش الاب وبوش، عملنا مع ديمقراطيين كتير ومع جمهوريين، والامور ما هياش كله اسطمبه واحده. لا يعني ما في ترامب عمل سمح لنا بحاجات، انا بقول لك بوضوح، مش سمح بمعنى انه يسمح او ما يسمحش، لكن بمعنى انه لقى ان المنطقه دي بتنهار، وانه كلما تدخلت امريكا فيها عكت الدنيا اكتر، اسف في التشبيه يعني. يعني الموضوع يزداد سوءا كلما تدخلنا. طب بعمل ايه؟ لا خلاص مالناش علاقه، ده احنا دخلنا في العراق بوظناها، ودخلنا في افغانستان بوظناها، وسوريا مش عارف ايه لك. لا 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 لا، ده المنطقه دي هشه، المنطقه دي ما ينفعش يتعامل معاها الا اهلها. خلاص انا هاخد خطوتين ثلاثه لورا. الراجل بايدن ما بيقولكش كده بوضوح. بايدن من مارس اللي فات كاتب مقاله في الفورين افيرز، وانا كتبت عنها في الاهرام مره وقلت كذا مره، قال ايه؟ قال اول سنه انا هعمل مؤتمر عالمي للديمقراطيه، هعزم فيه كل دول العالم الديمقراطيه، وهنحط اجنده عالميه للديمقراطيه، وهندعم الدول اللي بتاخدوا خطوات نحو الديمقراطيه، وهنعاقب الدول التي لا تاخدوا خطوات. والله العظيم ده كلام مكتوب بشكل بقوله ده، والبتاع مترجمه في العربي بالعربي مثلا من شهر مايو، بس انا قريتها في مارس يعني بحكم الصنعه. ده مقال طويل جدا، ده مقال طويل، ده قاعد يحكي حاجات هو كيف ازاي بايدن هيتعامل مع العالم ازاي. فانا من على فكره ومن ساعتها برضو انا بقول للناس بينهم مسؤولين او غير مسؤولين، احنا هنواجه حد جديد برؤيه جديده، مش اوباما برضو. دي نقطه مهمه، لانه مش معنى انه بايدن جه انه سيكون نسخه من اوباما. ليه؟ بايدن مستر كومبرومايز. بايدن معروف ده راجل بقاله يعني عمري تقريبا كله هو مقضيه في الكونجرس، يعني في السنت، يعني فعلا راجل بقاله 47 سنه، هو 40 سنه، هو نائب في السنه اللي احنا اتولدنا فيها تقريبا، بالظبط 73 يعني كده. هو اصبح نائب في الكونجرس 73 بالظبط، السنه اللي احنا اتولدنا فيها، فاحنا حياته كلها عمرنا يعني كله بيبحث عن حلول وسط للمعضلات الكبرى، ودي من مهارات السياسي انه مش يشوف بديلين وهم دول بس، لا يشوف 10 بدائل في النص، يعرف ازاي يطلع لك بدائل ثانيه، يقول لك طب ما تعمل كذا ونعمل كذا ونوصل. فهو مش، وبالمناسبة دافع عن مبارك وقال خلونا نقف جنب مبارك لقد كان، وقال أنا لا أستطيع أن أصف بالديكتاتور، بس أحسنت وقال أنا نبحث عن حل وسط بين مطالب الشارع وبين نقول حلفنا التاريخي 30 سنة. فقصدي هو ولا أوباما، بالمناسبة ولا أوباما ولا هيلاري كلينتون ولا حد من الناس دي أصلا إخوان ولا أيديولوجية إخوانية ولا الكلام ده، هو الموضوع إن هم قعدوا يدوروا على يكلموا مين في البلد دي علشان يعرف بعد 5 كنا في حالة من الفوضى والفراغ. حاجة الرسائل يعني ممكن توافقني في ده، الرسائل اللي احنا اتكلمنا عنها كتير جدا لا تكشف ابدا، لا تكشف ابدا على انه الامريكان كانوا من اللحظه الاولى ماسكين بايد الاخوان. لا احسنت خالص، لا وفضلوا فتره طويله جدا بيرصدوا بدقه ما يحدث على الارض. صح. لحد ما هم الارض عند مين؟ ايوه فبداوا يشتغلوا بالظبط كده، فدخلوا وضغطوا لمصلحه الاخوان. أيوة. على المجلس العسكري. صح. وسهلوا والى اخره. صح. فهي دي النقطه، بس هي الناس مش بيقرا. ايوه هي احسنت، هي الفكره انه الاخوان نجحوا في ان هم يصدروا نفسهم لاسباب واقعيه من ناحيه، واسباب ده ما هو برضو انا سامحني، انا واحنا دلوقتي بلد اسمها كذا وفي حد دخل فيها استفتاء وفاز فيه، ودخل هو في 17 مارس اللي هو كان في 2011، وبعدين مجلس الشعب خد فيه الاغلبيه، وبعدين مجلس الشورى خد فيه ده بالنسبه للامريكان. بالنسبه للامريكان هو عايز حزب وطني جديد، هو مش فارق معاه مين بقى. طب خلاص يعني انتوا مصري انتوا اخواني الهوى، هو ده اللي فهمه، مش علشان الاخوان اغلبيه، بقى لك بس كيان منظم له وجود في الشارع فاشتغلوا معاه، اشتغل معاه. بس عايز اقول ايه، هو مش اساس ايديولوجي، هو اساس براجماتي. اللي تغلبه يلعبه، خلق الله دي يعني موجودين في الشارع ويقدروا يقوموا بالدور ده. بالنسبه لي انه اللي ما فيهموش الاخوان ان احنا كنا قدام بين البراجماتيه المطلقه والعماله المطلقه. يعني هي بالظبط احسن. هم يعني الاخوان هنا لعبوا لعبه مش قد هم مش قدها، هم حاولوا ان هم يصوروا. عارف لما اجي اقول لك ايه ده، انا ممكن اقدم برنامج موسيقي وعزف عود واعمل يعني، ممكن اقول لك اي حاجه، طب خد ما ينفعش، ما عرفش يدير حاجه. فهم الامريكان قال لك ايه ده، هم دول طلعوا دول يعني. انت عارف هو شبهوه ايام لو تفتكر قال لك الاخوان قعدوا 80 سنه باصين على المكنه، هم دي المكنه بتاع الحكم فعاوزينها. فاول ما مسكوا الحكم قال لك بتاع بيشتغل ازاي؟ يعني المكنه دي بتشتغل ازاي؟ احنا عارفين انها موجوده، عارفين ان هي موجوده بس بتشتغل ازاي؟ بالظبط، هو ده اللي حصل فعلا. فهم الامريكان بقى لاحقا اكتشفوا الله، ده يجيدون الانتخابات ولا يجيدون الحكم،
يعني انت الانتخابات يفوز بس ما يعرفش يحكم. ما هو ما انت اصلا عشان يعني انت عشان تفوز في الانتخابات انت بحاجه لانصارك، عشان تنجح في الحكم انت بحاجه لانصارك وخصومك. هو ما عرفش يكسب حد، هو بالعكس ده هو كل يومين ثلاثه بيخسر حد. انا فاكر مره كنت بقدم برنامج على المحور ده تعبير لازم نتوقف عنه، يعني ان تصل الى الحكم أنصارك. بحاجه الى انصارك. ان تحكم فانصارك وخصومك. لانه الخصوم على الاقل الخصوم يسيبوك او على الاقل يديلك مساحه. انما لو انت تخيل كده حضرتك، معلش سامحني، هو ده اللي بيقوله بايدن وهو بيقول اي حد عاقل، يقول لك هذه الامه تحتاج تهيل. هيل يعني الجرح وبينزف، خلاص بقى لازم نوقفه كده ويخف. احنا محتاجين، مش هتلاقي كل كلامه انا رئيس كل الناس انا لانه هو لو ما عملش كده مش هيحكم، مش هيعرف والبلد هيفشل. هيفشل بالظبط. فانت بحاجه لخصومك معك كذلك على الاقل. وهو ده دي شطاره السياسي. احنا ليه بنقول ان السياسيين دي حاجه مهمه، انك انت يكون عندك حد سياسي، لانه وجهات النظر المتعارضه كتير جدا، ولو انت سبتها تتقاتل في الشارع البلد هتضيع. يعني هو ايه الفرق بين الصومال وانجلترا ولا المانيا ولا امريكا؟ لا الصومال. ايه الفرق بين الفتره بتاعه الاخوان واحنا الان؟ بالظبط. انت كان في حاله تقاتل شديده جدا طبعا، لان هم لما جم خدوا انصارهم اللي وصلوا بيهم الحكم وخدوا انصارهم يحكموا صح، فكان طبيعي فما كانش عنده استعداد. وعايز اقول لك هو ما كان ليصل الحكم الا بوعوده انه لما هيوصل الحكم هيستعين بخصومه، وقال هجيب كذا وهجيب. يعني هو الناس اللي راحوا فيرمونت دول وقعدوا عملوا اتفاق وطلعوا عصير الليمون والقصه لو احنا فاكرين، يعني كانت الفكره ايه؟ وهيستعين بالبرادعي وبعمر موسى وبحمدين صباحي يعني كان الانطباع انه هيبقى نيلسون مانديلا، انه اللي هيحكم اللي هو كان مرسي ساعتها هيبقى نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا ده عبقري. نيلسون مانديلا ده كان بيجيب اعداء ويقول له انت نصيبك كام من محصله المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ يقول له 6%، يقول له انت هيكون ليك 10%. بس انت عارف 10%. عشان برضو ابقى صادق معاك، انه جزء من الصدمه اللي الشارع يعني اصابت الشارع في النخبه، انه الناس اللي راحوا فيرمونت دول هو كان يقول لك انا الشارع قاري انه دي جماعه لا تلتزم بوعودها، وان الجماعه دي بتستخدمهم، وان الجماعه دي بتاع. فانا كشارع واعي، طب انت نخبه رحت اتخدعت يعني ورحت ما صدقتوه. مش عاوزين نفتح جراح الموضوع ده. هي بس يعني بيسموها يعني انا ما رحتش وما كنتش مناصر الموضوع ده كله، وبالمناسبه ما صوتتش للاخوان في الانتخابات لا الاولى ولا في الثانيه. اول انتخابات ديت عمرو موسى، وثاني انتخابات ابطلت، لان انا كنت راضي لا عن مرسي ولا عن شفيق بقى بنت ربنا يعني. وشاف انه يعني انه التسع اسماء التانيين اللي كانوا بيمثلوا الثوره قتلوا الثوره في مقتل. يعني قصدي انت دلوقتي عندك تسعه بيمثلوا الثوره، واحد بيمثل التنظيم، واحد بيمثل النظام السابق. طب انت متوقع يعني هذه خيانه انا ساعتها قلتها وكتبتها في الوطن ساعتها، دي خيانه للثوره انه ينزل عن الثوره تسع مرشحين. طب تسع مرشحين ده في حد في الدنيا بيعمل لا كده؟ لا ده الناس كانت بتستعبط كمان، يعني بعد ما كان شفيق ومرسي قال لك فكروا، قال لك احنا نروح لمرسي ويتنازل لحمدين وحمدين اللي يدخل قدام شفيق. لا ده كان عبث. يعني ناس بالظبط. احسنت بقى. هذه الفتره، ما هو احنا بس انا قلت تشبيه بايخ بس هو ده يعني ينسب لارسطو. ارسطو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفضيله وسط بين رذيلتين. يعني ايه؟ الشجاعه دي هي في النص، ما بين على اليمين في تهور شديد وعلى الشمال في جبن شديد. الكرم ده الانسان كريم، ده فضيله بين رذيلتين، بين الاسراف المبالغ فيه او بين البخل الشديد. نفس الكلام الحريه هي وسط ما بين حاجتين، ما بين فوضى وما بين ديكتاتوريه. احنا كنا عايزين الحريه. يعني انا لو انا قلت ان مبارك كان فوضى، كان اسف كان ديكتاتوريه، احنا كنا عايزين الحريه. لا احنا خدنا الديكتاتوريه قلبناها فوضى. فلما جينا نظبطها تاني قال لك طب نعملها حريه. طب ممكن نعمل حريه. والرئيس بتاعنا الرئيس السيسي اول ما بدا يا اخوانا تعالوا كذا وكذا، لا الدنيا تحس ان هو الناس كانه كل واحد شايف ان مصر دي عايز يلبسها اللبس اللي على مزاجه. لا وقفوا، انا في بلد في رقبتي هتضيع، في اقتصاد يضيع. لا وفي لا طبعا انا متفاهم تماما. وبالمناسبه اي حد قرا تاريخ، يعني الناس اللي بتدرس السياسه لازم يقرا التاريخ كويس. فاللي بيقرا التاريخ بيحط نفسه مكان صانع القرار، هو كانت ايه البدائل المتاحه امامه ويفكر طب هو بيقدر يعمل ايه. يعني انت تقدر بالمعنى ده، لانه هو الرئيس السيسي لما جه فهنا هو اختار البديل الاكثر مناسبه للوضع في مصر طبعا. وانا رايي انك علشان توصل للحريه مش هتعرف تبداها من الفوضى، لازم تبداها من الديكتاتوريه. مش قصدي ان احنا ديكتاتوريين الان، بس انا قصدي انك لازم تحط انضباط شديد من الانضباط، من الانضباط من الانضباط الشديد علشان تقدر. بس هو هي المشكله الناس اللي بعيد عن العلم شويه بتفزعهم المصطلحات.
ما يعني انت إيه لما الامام محمد عبده قال لك انه احنا في حاجه الى مستبد عادل، يعني مساله تخش مع بعضها ازاي، ايه الاستبداد، تخش مع بعضها ازاي. بس مع انه هو في الفصل اللي هو كان بيتكلم فيه في الموضوع ده ضرب امثله من سيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز، ويعني واعتبر انه يعني الامه انهارت لما فقدت هذه المستبد الحياتي، يعني اتعامل معه، يعني اعتبر ان ده يعني متغير تفسيري يقدر بيه انه يفسر متى نهضت الامه ومتى انهارت. هي في بعض الاحيان انت بتكون ديكتاتوريه اللحظه، والا البديل هيكون الانهيار التام. وعايز اقول لك اتاتورك في تركيا هو الاب المؤسس لتركيا لانه كان في ديكتاتوريه لحظه، والخميني كان، بس طبعا المنطقي انها ما تستمرش بقى فتره، يعني قصدي لما الامور تنضبط خلاص بقى نبتدي ايه بمرور الوقت نرجع للوضع اللي احنا نتمنى. طيب بص، احنا امريكا مصرة ان هي تفضل ربطانة بالحديث عنها، يعني انا هستعرض بس الخبر اللي فيه سكاي نيوز وبعدين هنطلع فاصل ونرجع نناقشه، بس هو مهم للسادة المشاهدين لانه سكاي نيوز برضو نشر خبر عنوانه لو تورهولنا يا شباب لو سمحتوا، بايدن لترامب عدم اعترافك لن يغير شيئا واتطلع للحديث معك، وانه قال الرئيس الامريكي المنتخب، غريب قوي على امريكا الرئيس الامريكي المنتخب دي، يعني تعبير بريزن المنتخب، يعني ان عمليه نقل السلطه بدات، مشيرا الى ان عدم اعتراف اداره دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجهه دعوه اليه من اجل الحديث، مضيفا ان العمليه الانتقاليه بدات وهي تجري على قدم وساق، وذكر ان تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو الى الاطمئنان، تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا. يبدو ان الامور ليست على ما يرام، لكن خلينا نطلع فاصل واعود لحضراتكم مره اخرى لاستكمال، مش عايز اقول هذا الحوار، ولكن يعني هذه الفضفضه ما بيني وبين الدكتور معتز عبد الفتاح. اهلا بكم من جديد. الحقيقه احنا طلعنا من يعني قبل الفاصل بالخبر بتاع بايدن بيقول لترامب انه انا بتطلع للحديث معك. احنا قدام يعني ازمه او مازق او ازمه مكتومه في الولايات المتحده. هو جوهر الديمقراطيه هي ثقافتها، يعني تمام. ان المجتمع نفسه، يعني احنا عندنا تعبير كده، واحد يقول لك ايه، يقول لك الديمقراطيه از ذا اونلي جيم ان تاون، يعني اللعبه الوحيده في المنطقه. ما ينفعش حد غير منتخب بطريقه سبع صفات، حره حره مباشره، انتخابات حره نزيهه مباشره تعدديه تنافسيه وفقا للقانون بطريقه عادله وفقا للقانون، ما ينفعش حد مش يعني لا تنطبق عليه هذه الشروط يوصل للسلطه. فهو السؤال، هل الانتخابات انطبط عليها السبع شروط ديت ولا لا؟ وهو ده السبب الوحيد اللي ممكن يخلينا نقبل انه فلان يفصل، يعني يبقى في البيت الابيض. هو بقى دلوقتي واحد يقول لا، هي ما حصلش فعلا السبع حاجات دول هم. عشان كده الامريكان دلوقتي في معضله، بيقول لك في يوم من الايام الجور سنه 2000 لما المحكمه العليا في واشنطن مع بوش الابن، قالت يا اخوانا لا، وقفوا العد، في تاريخ، في الحكم صفر في موعد محدد مين اللي كان فايز في الموعد ده، بوش، خلاص يبقى الانتخابات راحت لبوش. الراجل الجور طلع ولانصاره وكانوا طبعا المستنيين، قال لهم انا مختلف تماما مع القرار ده وشاف انه غير عادل والاخره، لكن انا هحترمه. وانا قبل ما اجي لكم دلوقتي انا كلمت الجوفرنر، ساعتها كان جوفرنر بوش اللي هو كان رئيس، اللي هو كان حاكم تكساس، وهنأته وتمنيت له ان هو ينجح في المهمة الملقاة على عاتقه، وتناولنا بعض القضايا، وأنا هقابله في البيت الأبيض وهسلمه الملفات الأساسية، بالمناسبة من ضمنها حاجات لي علاقة مثلا بالبصمة النووية، يعني مراسم كده فيها حاجات كتيرة قوي، والفريق العمل بتاعي أنا هقول لهم يتعاونوا بكل حماس وبكل وطنية وإخلاص مع الفريق اللي هو بيسموه ترانزيشن تيم اللي هيستلم من عرف تسليم وتسلم. فهو الفكرة ان دي التقاليد الديمقراطية، انه بيحصل تداول سلمي للسلطة بطريقة محترمة، بطريقة فيها احترام للقانون، بيقف امام العالم كله رئيسين، واحد ماشي وواحد جاي، وده بيقول له كذا. عشان كده امريكا بتدعي تقول نفسها احنا اعظم ديمقراطية في العالم، احنا الى اخره. اللي عمله ترامب، ودي انا رايي هنا بقى البوليتيكال سايكولوجي مهم، في واحد اسمه راذرفورد كان يقول لك تعبير لطيف قوي، بيقول لك في الشخصيه الباحثه عن القوه،
في واحد بيعشق القوة. في واحد انا ممكن اسال حاجه سؤال اقول لك ايه، اقول لك تحب تبقى يعني اي حد اقول له انت تحب تبقى محافظ ولا لا، في واحد يقول لك طبعا يعني اي حاجه اي حاجه. طب تنفع رئيس مجلس اداره مرجيحه؟ طبعا مرجيحه طبعا. حلو قوي. ما دام رئيس، ما دام زعيم، ما دام ففي شخصيه لاسباب سيكولوجيه بقى، دي ليها علاقه بالطفوله وليها علاقه بالادرينالين وليها علاقه بالهرمونات، قصص كده. في الاخر في ناس بتعشق السلطه. الراجل الصوفي لدرجه الراجل الصوفي ابراهيم الادم يقول لك ايه، واخر ما يخرج من قلب العارف بالله حب الرئاسه. في ناس بتبقى يعني بيقرب له يعني بالتصوف وكده والزهد، انما انه يفقد الرئاسه ويبقى الزعيم متفضل، مساله معقده جدا مخه ما يجيبش. فهو الرجل راذرفورد والمدرسه التي تهتم برايه بترى انه هذه النوعيه من الاشخاص وصولهم للسلطه سهل وخروجهم منها صعب. ترامب مش مصدق. ترامب بمنتهى البساطه مخه ما بعد استيعابه انه يسيب البيت الابيض، يعني يسيب اكيد في حاجه غلط. وعلى فكره هو بيقول الكلام ده بقاله 5 شهور، بيقول لك لو انا سقطت في الانتخابات مش هعترف. مش هعترف، وهم يبقى الانتخابات دي فيها فرود. يعني انت بتتكلم هنا ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه يعني يحتاج الى تحليل نفسي اكتر من تحليل سياسي. بالظبط. بوليتيكال سايكولوجي، يعني علم نفس سياسي. يعني قصدي عشان تفهم الراجل ده زي ما تفهم هتلر. يعني انت تقول لي ايه، نفهم النظام السياسي. ما فيش نظام هو هتلر. انت لو فهمت زي صدام حسين، يعني عايز النظام السياسي العراقي، ما فيش نظام سياسي عراقي، هو النظام السياسي. يعني كان في تعبير لطيف قوي كان يقول لك انا الدوله، يعني الراجل لويس الرابع عشر بيقول له الدوله المفروض تعمل، قال له الدوله انا الدوله، انا الدوله، صحيح الدوله. فهو فترامب هو حاكم من الدول المستبده بيحكم دوله ديمقراطيه. انا التشبيه اللي استخدمته لما حكم، وفعلا انا قلت ده اكتر من مره، هو عامل زي الفيروس اللي بيصيب الاوبريتنج سيستم. مش في فيروس كده يخش على التليفون تلاقي نفسك انت التليفون فجاه بيتصل لوحده، هو فيروس اصاب النظام الديمقراطي الامريكي. لطبيعه النظام الديمقراطي الامريكي بالذات كدوله راسخه في الديمقراطيه بيبقى ليها 5 شروط، مش هقول الخمسه بس هقول لك كده، هم يعني بشكل لازم يكون في اجراءات ديمقراطيه بسميها بروسيدرز، هم 5 P بروسيدر اجراءات ديمقراطيه، ولازم بروسيس ديمقراطيه عمليه ديمقراطيه، ولازم برنسبلز ديمقراطيه مبادئ اللي بتحكمنا كلها تكون ديمقراطيه، ولازم بوليسيز ديمقراطيه السياسات نفسها. ما ينفعش انا اتبنى حضرتك بنتنافس مع بعض، حضرتك اتبنى سياسات تدمرني عشان انا منافسك. خامس حاجه عايزه بلايرز ديمقراطيين، هو مش بلاير ديمقراطي. يعني مش لاعب، مش لعيب ديمقراطي، مش هو اصلا الموضوع ده بالنسبه له هو بيحتقر الديمقراطيه، هو بيحتقر فكره ان انا امر وعليا ان الكونجرس يوافق والسنت وفي محاكم ويعني هو جه في مرحله وقف هجره، موقف اسف دخول كل المسلمين لامريكا، اي مسلم وقف معلش ده قرار رئاسي. كانت المحكمه قالت احنا ما عنديش حاجه في القانون بتقول ان انا ممكن اجيب ريس يعني فصيل من البشر او ديانه او كده واقول له انتوا لا احنا بنعملها مع افراد. معتز عبد الفتاح اخطا في كذا كذا كذا، ممنوع من دخول امريكا هو واسرته بس، لكن خلاص. مش الصنف كله مسلم العالم هنود لا ما ينفعش. هو يعني هو عقليه عصور وسطى بتحكم دوله متقدمه جدا. فكان دايما في هذا الجدل مين الاقوى هو. وبالمناسبه طبعا انا متاكد ان الديمقراطيه هتنتصر، يعني في الاخر حتى لو يعني نقول الشرطه الرئاسيه اضطرنا نخش نجيبهم جوه مكتفينه عشان يطلع، لان في الاخر خالص بس هو الدمج الخسائر اللي هتصيب النظام السياسي الامريكي والثقافه الديمقراطيه الامريكيه ممكن تكون كبيره، وهو ده اللي خايفين منه. فعشان كده قالوا التشبيه، قال لك ايه، لك الجور في سنه 2000 خد رصاصه من اجل البلد، ترامب في 2020 بيدي رصاصه للبلد لما يرفض نتيجه الانتخابات ويقول لك انا كذا ورافض وفي تزوير وفي عارف حضرتك لو في تزوير بادله خلص الموضوع معانا. بالظبط. كل طبعا وهنا التقاليد الديمقراطيه برضه. بالظبط طبعا. يعني ايه بالزبط. يعني ايه بايدن يكسب بالزور بالتزوير بالتزوير او لا لو يعني قصدي لو في ادله حقيقيه بتقول انه هذا الرجل كسب بالتزوير يبقى لازم ترامب يكمل. طيب أنا عندي وبايدن يوقف. عندي نقطتين. اتفضل. نقطتين. النقطة الأولى وهي الفكرة الأساسية اللي كنت بتطرحها فيما يتعلق بي نحن وبايدن. يعني في بعض الناس قلقت وفي بعض الناس شافت إنه لا إحنا الوضع مش لهذه الدرجة، لدرجة إن هو يعني كما استخدمت حضرتك إنه يلعب في مناخيرنا ويلعب. لكن لو قلنا هذه الفكرة بشكل يعني نقول ايه اكثر علمي يعني انا عارف ان هي تمام انا حاولت ابسطها يعني لا بص حضرتك المدرسه الديمقراطيه غير المدرسه الجمهوريه. الجمهوريين بالنسبه لهم مفهوم الدوله
اهم لحد بعيد من 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 ايه اللي بيحكم الدوله دي، ديمقراطي ديكتاتوري ما تفرقش معاه. المدرسه الديمقراطيه اللي هي الحزب الحزب الديمقراطي والفريق الليبرالي بايدن وهيلاري بالظبط، هم يرون انه العالم اكثر امانا كلما كان اكثر ديمقراطيه. وهو يقول لك كده، عمر ما في دولتين ديمقراطيتين حاربوا بعض من ساعه ما بقوا ديمقراطيتين، يعني قصدي المانيا قبل ما تبقى ديمقراطيه احاربتنا، بس بعد ما بقت ديمقراطيه عمرها فيش دوله ديمقراطيه حاربت دوله ديمقراطيه في تاريخ العالم. هو بيقول لك كده، مفيش، ما حصلش. اذا العالم، وعلى فكره دي مش مقولتهم، دي مقوله كانت، ده فيلسوف الماني، كان بيقول لك انه كلما كان في ديمقراطيه بقى القرار في ايد الطبقه الوسطى، الطبقه الوسطى مش عايزه تبعت اولادها للحرب. خلاص الموضوع، يعني مين اللي يحارب بعضه في الاخر؟ خلاص، يا دوله ديمقراطيه تحارب دوله ديكتاتوريه، يا دولتين ديكتاتوريتين، انما ديمقراطيتين ما يحصلش. اذا نحن بحاجه لنشر الديمقراطيه في العالم، دي مبادئ من زمان، ده قيم ومبادئ. الترجمة بقى كمان لايه؟ لمصالح. قال لك طب ما دي كمان اداه مهمه من ادوات الضغط على المجتمعات والدول غير الديمقراطيه، انه اعمل وريني بتعمل ايه. وهو الرجل قالها صراحه زي ما الحاج في فبراير مارس اللي فات عدد الفورين افيرز، قالها صراحه، قال لك انا مسؤول، انا يعني هو بايدن يعني، عن نشر الديمقراطيه في العالم، وهعمل مؤتمر اجيب فيه كذا وكذا وكذا. ايه بقى فهمه للديمقراطيه؟ ثلاث حاجات. واحد، المجتمع المدني، لازم يكون في مجتمع مدني قوي. ليه؟ لانه برضه هو العقلية الأمريكية بترى إنه العالم، إن هم مسطرة العالم. أنت زي ولا مش زي؟ هل أنت نظام رأس مالي ولا مش رأس مالي؟ لو رأس مالي يبقى أنت حليفي، لو مش رأس مالي واشتراكي والكلام ده يبقى أنت ماشي في سكة غيري. هل أنت ديمقراطي ولا مش ديمقراطي؟ هل أنت ليبرالي ولا مش ليبرالي؟ هل أنت علماني ولا مش علماني؟ أنا مش قصدي إن هو يعني أقول أنت بتكون المسطرة، فاهمه؟ هو مسطرته كده. فهو اللي بيبص لك كده، طب أنتوا بتعملوا إيه؟ هيبتدي يقول لك لا، ده طب انت المجتمع المدني شكله ايه؟ طب انت احزابك السياسيه شكلها ايه؟ حريه الراي والتعبير شكلها ايه؟ لو عندك في ناس لاسباب سياسيه موجوده بره 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 بلدك ليه؟ هل في الى اخره. هل احنا جاهزين؟ عشان كده انا كنت بقول ايه؟ ومقالتي بقى بكره في الاهرام، انا بقول فيها كانت المباراه بين مصر وامريكا في عهد ترامب هي تنس. ما بين رئيسين. الرئيس ده ورئيس بس، مفيش حاجه مش مهمه يعني، الحاجات التانيه موجوده بس ايه تكتي يعني لاحقا يعني. دلوقتي هتتحول لمباراه سله او مباراه كره قدم، لازم يكون فيها لاعبين كتير، لان هو من عنده هيجيب لك ناس انتموا للحزب بتاعه، وهيجي لك هتلاقي السيناتورز جايين وكونجر، هيبقى يسال مين فين الى اخره. احنا لازم نستعد، لازم نجهز نفسنا لما هو قادم، لان ما هو قادم مختلف عما هو سابق. تمام. طيب، إذن الوضع ما حققته مصر خلال السنين اللي فاتت، هل يوضع في المعادلة؟ يعني على سبيل طبعًا. المثال، على سبيل طبعًا. المثال، أنت كان عندك رؤية كدولة كمصر يعني في مفهوم حقوق الإنسان، اللي هو عنده الأمريكان عندهم مفهوم طبعًا. وهذا المفهوم بيجي يتكلم بيه، أنت قدرت توسع هذا المفهوم، وأعتقد يعني أدرى مني ده انه المواجهه او اللقاء اللي حصل ما بين الرئيس سيسي واوباما في نيويورك في 2014 انه هو اتناقشوا في هذا الموضوع، قال له صحيح. انا حقوق الانسان بالنسبه لي هي الصحه، هي التعليم، هي حياه كريمه، هي أنا هي أنا هي هي هقولها لك بقى بادبياتهم. بص حضرتك، اي دوله في الدنيا ليها اربع اهداف. واحد، الامن. الامن بمعنى امن الحدود، زي ما حاله مصر كده، احنا امننا اللي هو ان احنا ما نضربش من اي لا شمالا ولا شرقا ولا جنوبا ولا شمالا، وبالاضافه لها كمان الامن المائي. تاني حاجه، الاستقرار، بمعنى ما نبقاش في زي ما اي حد عايز يوقف كوبري ولا مش عارف يرمي قنبله ارهاب ولا اخره. تالت حاجه، عندك حاجه اسمها التنميه، اللي هي الارتقاء بمستوى معيشه البشر للحدود الانسانيه المتعارف عليها، اللي هو قال لك مثلا دولارين في اليوم يعني. اخر حاجه بقى، اللي هو الديمقراطيه. ما حدش قال لك ان الديمقراطيه مقدمه على اي حاجه من الثلاثه الباقيين. احنا عندنا روايه سليمه، ما عندناش مشكله، يعني قصدي انا ما عنديش حاجه خايف منها وما عنديش حاجه اخبيها. رئيس الدوله دي عمل عظيم، عمل بطولي، رجع للدوله فكره الدوله، رجع للمجتمع فكره الدوله، نجح في حقق الامن بالتاكيد، فكره الاستقرار بالتاكيد، معدلات التنميه عاليه بالتاكيد. انا اصلنا ده منطقي ان انا اقول ان دي، ان انا عندي على العشر سنين اللي جايين خطه كذا وكذا وكذا، لازم ادرب الطلبه بتوعي، لازم ادرب كذا، لازم اعمل كذا الى اخره. عايز بس اخد جمله من حضرتك في ايه، انه ما قلته انك لا تنظر للوصايا الامريكيه، ولكن هذا نمط علاقه طبعا مع الديمقراطيين. انت احنا علاقتنا ببعض، فانا شكل العلاقه احنا بنقعد يعني بسالك بترد عليا بنتكلم، وده داخل في نطاق علاقة المصالح.
طبعا. مش علاقه انه في لا مش عداء ولا 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 انه ليه وصايا في لا النهاية. ولا وصايا لانه في النهايه انت عارف ايه الـ 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 من 13 ل 16 لما هم مشيوا يعني يعني ترامب دخل يناير 17 صح. في ثلاث سنين انت طلعت الاخوان وحكمتهم لا وهقول لك على حاجه والناس مش واخده بال حتى هذه اللحظه لا يوجد واحد من الديمقراطيين من ايام اوباما لحد دلوقتي اطلق على ما حدث في 30 يونيو انه انقلاب احسنت خالص الامريكان لانه بمنتهى البساطه لو طيب. استخدم هذه اللغه هيجد نفسه في مواجهه مع الشعب المصري صحيح لأن الناس اللي نزلت في الثلاثين الناس بس مش عارفه طب انا عارف انك ما بتحبش تدخل هذا المستنقع كثيرا يعني فهاخد منك تعليق في دقيقه واحده عن المنصات المعاديه يعني انت بتبص لهم ازاي يعني الناس ايه هو ايه لقى انه في حاجه الناس بتقول فقعد بقى يقول لك الدكتور معتز وقال وعمل وسوى وبتاع بتبص لهم ازاي دول في والله في انا هقول لك هو تعبير منصات المعاديه في والله مره واحد قال لي جمله يعني عجبتني جدا قال لي الكلام ده جد ولا اخوان يعني هو مش قال لي جد ولا كده قال لي لا جد ولا اخوان جد ولا اخوان يعني عارف الكلام ده يعني مش في الموضوع ده في اي موضوع يعني هو ده الكلام ده جد ولا اخوان فانا بقى بالنسبه لي لا اخوان يعني اخوان جد ان دي كفايه جدا بالظبط حبيت الخص لك المشهد ما يقوم به كل دول في المنصات المعادية جد ولا اخوان يعني ده حقيقي ولا اخوان 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 انا بشكرك جدا سيبهم بقى يرجوا مع بعض بشكرك جدا اشكرك يا دكتور ودائم يعني التألق والحقيقه انا هذه شهاده مش مجروحه ولا حاجه لانه يعني الناس قاعده يقول لك يعني شهادتي مجروحه في فلانه لا مش مجروحه احنا قدام واحد من يعني اساتذه العلوم السياسيه المرموقين بالفعل اللي هو يعرف ما يقوله بيحاول يوصل للناس بشكل اساسي بيشرح وعايز اقول لحضراتكم حاجه اوعوا تطمنوا للي بيخدعوكم يعني اوعوا تطمنوا للناس اللي ما بيقولكوش الحقيقه اللي بيقول لك الحقيقه واللي بيقول لك الوضع على الارض هو عاوز مصلحتك بشكركم جدا لمتابعتكم لينا النهارده شكرا للدكتور معانا بشكركم جدا نلتقي بكم غدا ان شاء الله وتصبحون على وطن